لو سمحت اللي بتعمليه ده ملوش اي 30 لازمه. انت عارف تنام؟ مش عارف انتوا جيتوا معايا ليه من الاول عشان تيجوا تذلوني. هيقتلنا. وصلنا. فين المطار ده؟ هاخد اقرب طياره وانزل ارجع بيتي كده. الموضوع ده قلقني اكتر. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده لولي هتعمل مقلب في بابي. ده زي ايه؟ تعمل مقلب في بابي. انا اول مره اشترك معاكي مقلب. ولولي كمان هتشترك بس ما تقلقيش كله عليا. انا هرد له يا جماعه كل حاجه عملها فينا من ساعه ما لقينا الشنط لحد ما جينا هنا. كنا بجد يا جماعه في ضغط نفسي مش طبيعي. فهنرد له كل حاجه. ربنا يستر. احنا قررنا بقى ان احنا نصحى من النجمه. شايفين هي عامله ازاي وانا عامله ازاي؟ عينينا يا جماعه مورمه اقسم بالله. صاحيين من النجمه عشان حليم ما يحسش ان احنا بنصور فيديو ويصحى ويبقس لنا المقلب اللي احنا بنعمله ده كله. حتى لولي بصوا عامله ازاي يا روحي. حرام عليكي يا شيخه مصحياني من النجمه عشان اعمل فيديو. انا مالي؟ انا عندي ذمه. انا حبكه الذمه والضمير قوي في الفيديو. انا مالي؟ طيب بجد يا جماعه اقسم بالله حليم ما يعرفش اي حاجه خالص عن اللي احنا بنعمله دلوقتي ولا عارف بقى رايحين فين ولا اي حاجه. عايزين تعرفوا فعلا احنا رايحين فين. تابعوا معانا الفيديو لحد الاخر وهتعرفوا في الفيديو ده احنا رحنا مكان ايه. يلا بينا عشان نبدا اول حاجه في الفيديو هنعملها بقى. في ايه؟ مالناش دعوه بصراحه. عندك حق يعني. هي بصراحه عندها حق في الحته دي جدا. يلا بينا. يلا لو سمحت بقى احنا لمينا الشنط وهنمشي بعد اذنك. هو قال لنا كده عشان احنا ماشيين. يعني كنا استحملناك اليومين اللي فاتوا فاحنا خلاص بجد مش هنقدر استحملك تاني. كفايه ضغط نفسي. في اللي انت شايفه. بعد اذنك يلا بينا نمشي. بصراحه يا حليمه هي عندها حق. في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ بقول لك احنا لمينا الشنط وهنمشي. مش هنقدر نستحملك تاني. دي مالهاش ذنب تعيش في توتر معانا. وهي عايزه تمشي. انا مش مجبره يا حليم بصراحه. انا استحملت وجدعنت معاك وجيت لحد هنا. اتفضل بقى. انا بصراحه عايزه امشي. عندها حق وانا مش هسيبها تمشي لوحدها. طيب مش فاهم برضه ايه العمل. بتعملوا ايه؟ عايزين ايه؟ هنمشي. عايزين نمشي. احنا لمينا شنطنا خلاص. يعني لو تكرر المشوار اخر الدنيا. اه ما هو ده معلش يعني ده جدعانه مننا ليك كده يومين واستحملنا فيه. انا مش هقدر اعيش في توتر تاني. انا ذنبي ايه يا حليم في كل اللي بيحصل ده اصلا؟ بالظبط كده. ولا لها ذنب ولا لها ذنب. انت ماشي ومكمل في حياتك. فلو سمحت ممكن توصلنا وترجع تاني تعمل اللي انت عايزه براحتك. طب اقعد. طب هخلص نومي ونام. لا نوم ايه؟ ما فيهاش نوم على فكره. هو انت عارف انا نفسي وجعني وانا نايم اصلا متاخر. اللي بتعمليه ده ملوش اي 30 لازمه. انت عارف تنام؟ لو تكرر انت عارف تنام؟ اقسم بالله ما عارفه انام. مش عارفه افتح يا اخي. من فضلك قوم لم شنطك وامشي معانا. وصلنا وارجع تاني بقى. طيب اعمل خططك. نص ساعة يا جماعة. واعمل اللي انت عايزه. نص ساعة عشان انا تعبان. ولا نص ساعة ولا ربع ساعة ما فيهاش. لو سمحت قوم. ولا خمس دقايق. لو سمحت يا حليمة. اعصابنا تعبت. استنى حد يخش دلوقتي يخطفنا ولا اي نيلة. انا تعبت. خطف اللي ماسكه. انا مش عارف امشي. صباط وخطف. مش عارف انزل. شيلي امل البتاع دي يا لو سمحت قوم معايا. خلاص؟ يلا يا لا كملي تحضير شنطك. انا اسف يا جماعه ان انا ايوه بجد اسف. احنا شلالة. اسف يا ستي ان انا خليتك تتجدعني معايا. واسف ان هو مش عارف انتوا جيتوا معايا ليه من الاول عشان تيجوا تذلوني. عندها حق بصراحه وانا عندي حق. انا مستحمله. انا غلطان يا ستي ان انا تعبت حد معايا يا ستي. انا غلطان يا ستي. ايوه انت غلطان فعلا. حضر شنطتك لو سمحت عشان نلحق نمشي بقى. انا حضرت اصلا. ادخل الحمام يا امل الاول. على فكره جهزت التيكت قدامك بالظبط نص ساعه. هيموتنا. هيموتنا لما يعرف. ده هيموتنا. هيقتلنا. ربنا يستر بقى. انا خايفه هو خارج علينا اصلا. هيعمل فينا ايه لما يعرف؟ مش عارف. شفتي قالوا لي ماما عملت فينا ايه؟ شفتي ماما عملت فينا ايه؟ ماما سوسه؟ اي شيء. سوسه؟ بالشكل ده. بجد يعني احنا لحقنا سافرنا عشان نروح. ما احنا برضو قاعدين في ضغط نفسي وتعب ويعني حاجه بجد مش طبيعيه. طب انجز العربيه. طب يلا هي جايه اهي دلوقتي. جايه خلاص قربنا نوصل. هو توصل.
المطار ده؟ بص احنا يعني كان هقولك بعدين، يلا بس ننزل ونشوف كده هنقعد فين. بعد كده نروح المطار على طول. نقعد فين ايه؟ مفاجأة. مش مروحين؟ مفاجأة. مش مروحين؟ عملت مفاجأة. يلا بس ننزل. يلا يلا. ايه ده؟ يلا. انا مش فاهم حاجة. جاهزة يا لالا؟ لا مش جاهزة. لا جاهزة يا لالا. وصلنا يا جماعة. يلا المكان. هننزل دلوقتي نهاركم. تعالى بس هقول لك حاجة. اقول لك حاجه. انتوا بتعملوا ايه؟ والله العظيم دي مفاجاه. دي مفاجاه. طب انا هدخل بس انزل لولي كده وحسابي معاكم بعدين. اوكي. بتفرج على لولي القمر يعني هدوء اعصاب مفيش بعد كده. بص بقى الشنطه جاهزه والروم زي القمر. اتفرج اتفرج بس على الفيو. الفيو لوحده سيبك من كل ده. هديك مثال. انا عايز افهم فيه ايه وعملته ايه وايه اللي بيحصل. غيرنا الاوتيل. غيرناه خلاص بجد. يعني بعيد بقى عن المشاكل دي كلها بقى والرسايل وكل اللي احنا فيه ده. خلاص كفايه كفايه بجد. لو هنستمتع بقى بجد ناخد لنا هنا كذا يوم كده ونقعد. عملت كده بجد؟ اه بجد. حصل يا ولاد اللذينه. بجد يعني خلاص تعبت فعلا. هو ده يعني يعتبر بصراحه مش مقلب قوي لقد ان انا كنت يعني عاوزه افرحك. لا تعالى تعالى شوف الفيديو. تعالى شوف الفيديو بتعمل ايه؟ لازم تتفرج. الا بقى الفيو الصبح هوريه لكم برده اكيد. بصوا بقى يا جماعه الفيو عامل ازاي. ده البحر. بص الاكوا بارك. بص البول قد ايه هناك. في هنا بول. بس مش اهم حاجه انت بصراحه. اهم حاجه لولي فرحانه. انت مبسوط؟ انت فرحان ولا ايه يا ولاد اللذينه؟ فرحان ولا ايه؟ انا قلت انتوا هتروحوا ازاي وما لحقناش نقعد. دخل عليك الحوار؟ والله وقعتوا قلبي. انا قلت حتى ولا هنتمتع في السفريه. يعني في بجد راحه نفسيه في كل حاجه بقى. خضتوني. انا قلت انتم فعلا مروحين تاني يوم؟ معقول؟ لا مش هينفع بصراحه ان نيجي الغردقه ونروح تاني يوم. انا يعني تعرف عني كده. بس بصراحه صدقني بصراحه حركه رايقه جدا. بس هنا بقى السؤال بقى. ايه بقى؟ انا في رساله كده كنت ناسيها هناك. يا لهوي. بقول لك ايه؟ قوم روح بجد. قوم روح. تعبتني. الرساله تعبتني. رسالة واحدة. روح. انا ما عنديش تفسير خالص لحد الان لكل اللي بيحصل معانا. بس كل اللي اقدر عليه واقول لكم ان انا بدأت اشك ان هو فعلا اشتغالة. ما فيش اي حاجة حقيقية. بس في نفس الوقت جوايا شك ان انا محتاجة اطمن. انا دلوقتي طلعت في حتة ما فيهاش اي حد علشان اعرف اركز في المكالمة دي. لان المكالمة دي مهمة جدا. خالد هيساعدني فيها. اتصل عليه فيديو كل دلوقتي وخليه يوريني المكان اللي وقع فيه الحاجة. وهشوف بقى هل في حاجة حصلت في خلال الحوالي 12 يوم اللي احنا سافرنا فيهم دول ولا لا. ولو الدنيا تمام والدنيا استقرت اكيد ده بيتي. فلازم الحق ارجع علشان عندنا شغل هناك وعندنا حاجات. ان شاء الله الدنيا تبقى خير. ارن بس على خالد. حتى السفريه ما لحقتش اتهنى فيها. ايه يا حبيبي؟ ايه يا خالد؟ مساء الفل. ايه يا حبيبي؟ انت ما خدتش على حاجه؟ لا حاجه حصلت امبارح كده غريبه فعشان كده عايز اطمن على البيت بس. عشان اللي شفته امبارح ده مخليني اقلق شويه. انا رايح اهو. انا مش عارف والله العظيم يا ابني. انا قسما بالله الدنيا امان والدنيا زي الفل والعيال بيلعبوا هو زي فول. انا مش عارف انت ايه اللي وداك يا عمي. طمني وربنا يسهل بعدين. انا عايز اقول لك انا يعني حاولت اشوف مكان ما يبقاش فيه اي دوشه على قد ما اقدر بس مش قادر. بسم الله. ايه لقيت ايه؟ ولا في اي حاجه. ودينا زي الفل. ايوه انا بقول لك يا ابني انا كل يوم والتاني بخش اشوف. طب المكان الحفره ايه عندك ولا الدنيا فيها ايه؟ هو انت اللي انت ردمتها حليم ولا ايه ده؟ هردمها ازاي وانا مسافر يا بني ادم؟ ايه دي خالص حليم؟ اتردمت اصلا؟ بص تهزر. طب ما انا ده يقلقني اكتر يا خالد. ده يقلقني اكتر ان اتردمت لوحدها. لا انا اللي ردمتها ولا انت؟ ايه ده بقى؟ والله العظيم اقسم بالله ما جيت شميتها. اقسم بالله ما جيت شميتها. طب لا انا كده هاخد اقرب طياره وانزل ارجع بيتي. انا كده الموضوع ده قلقني اكتر. ممكن يكون اشتغاله فعلا. مفيش اي حاجه.
حاجه. لا 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 انا هسيب كل اللي عندي وارجع حالي. الموضوع ده كده مش امان. انت المفروض بتطمني، قلقتني اكتر. انا هسيب كل اللي في ايديا ولازم ارجع دلوقتي. لا 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 خلاص خلاص، انا هحجز طياره النهارده ولازم اروح. يا عمي لا 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 لا، لازم اشوف الحاجات دي، لازم اخلص من الحاجات دي عشان ده وجع دماغ بجد. ماشي ماشي يلا هرجع وتيجي بالسلامه. الله يسلمك. انا قلت لك كده يا حليم من الاول، انت برضو بدماغك بتعمله وفاهم الناس من راحتك. الحمد لله وجبت من الاول. خير خير خير، اخلص كده واكلمك. سلام يا علي. سلام يا علي. قد اقرب طياره النهارده صح، فضل الله يا رب. بالليل ونتكل على الله. هنلاقي انت برضو بتكرر قرارات غريبه. روح روح.